مرحبا شباب، شلونكم؟ شلون صحة؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا هاي الحالة، ازيد المربين يجون على هيجي حالة. هاي من نشوف الطيرة خاملة وعازلة روحها ما تقدر تطير، هسه العكس ذني ما بيهن شي جاي يطيرن وصحتهن سليمة. هاي من تجي هيجي حالة، هاي احتباس البيض يصير بالفنجس، ازيد شي الزيبرا فينش يعني بالفنشات، وهذا الطير الوحيد اللي يصير عنده نقص كالسيوم، يستهلك كالسيوم هواية، لازم تعوضه بعظم الحبار، تعوضه ببيض السليق، ذني هواية تقدر تعوضهم بيه. وهسه نسوي نطلع البيضة ونوافيكم بالفيديو.